مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، نتواصل مع انطلاقه جديده من انطلاقات الخير والبركه. ايضا ينطلق هذا الشوط ويحمل اسم الشوط الثاني عشر. ايضا ينطلق ايضا اعزائي المشاهدين بهذه الشعارات الجميله التي دائما هنا ايضا الاسماء المميزه تنطلق في عاصمه الميادين. والشوط الثاني عشر هناك ايضا مخصصه للحول محليات الاصايل، هناك ايضا ينطلق الشوط ما قبل الختام. انطلاقه جميله، انطلاقه مميزه موفقه لجميع المشاركين والحاضرين وعشاق رياضه الاباء والاجداد. الصداره تذهب هنا ايضا على صداره هذا الشوط مع المقدمة والمركز الأول في هذه اللحظات. هناك بترول مبارك بن محمد بن عيسى المطيوعي يتواجد على الصدارة والمقدمة والمركز الأول. المركز الثاني ينتقل نقلة مباشرة على المركز الثاني في هذه اللحظات، والوصول والتسلل هنا أيضا أعزائي المشاهدين متابعين الكرام. أيضا الدرعية مبارك بن أحمد بن محمد المهيري يتواجد على المركز الثاني، والمركز الثالث وصول من سحامة أيضا سالم بن سلطان بن غالب المنصوري، والمركز الرابع الوصول من الخوالة ناصر أو محمد بن ناصر بن طويلب أيضا المنصوري يتواجد مع المركز الرابع، والمركز الخامس اللي قادمه هناك الذيبة حمد بن يعاد أيضا بن حمد الشامسي، والمركز السادس أتابع التحدي والإثارة من شوق، هناك سعيد بن محمد بن هناك حسين الخاطري أيضا يتواصل في هذا التواصل، بينما جبالة ساري بن بلوش بن براك المزروعي هناك أيضا ينطلق على المركز السابع في هذه اللحظات. ما إن شاء الله هكذا التحدي والإثارة، بينما المركز الثامن هناك أيضا أتابع المراكز الخلفية في هذه اللحظات، والمركز الثامن اللي قادمة هناك أيضا وتحمل لنا هذا الشعار هناك أيضا عالية سعيد بن عبد الله بن مناخر الخيلي، والمركز أيضا أعزائي المشاهدين الثامن في هذه اللحظات هناك الظبي حمد بن سالم الشريفي، والمركز التاسع أشوف اللي قادم الشايب سالم بن ضعي بن غدي الكتبي، والمركز العاشر في هذه اللحظات يتقدم سهيل بن مبارك بن غانم الكتبي مقدم لنا زعفرانة على المركز العاشر في هذه اللحظات. هكذا التحدي وهكذا الإثارة وهكذا الأسماء المنطلقة هنا في هذا الشوط. يا سلام، عودة مع الاندفاع، عودة إلى صدارة، عودة مع المركز الأول، التحدي والإثارة في هذا الشوط. الدرعية هناك مبارك بن أحمد بن محمد المهيري يتواجد على صدارة هذا الشوط، يتواجد مع المقدمة والصدارة والمركز الأول. المركز الثاني هناك ايضا اعزائي المشاهدين بترول مبارك بن محمد بن عيسى المطيوعي يتواجد هناك ايضا على المركز الثاني. انتقل نقله مباشره مع المركز الثالث، هناك ايضا سحامه سالم بن سلطان بن غالب المنصوري يتواجد على المركز الثالث. انتقل نقله مباشره جميله مميزه هنا ايضا مع المركز الرابع في هذه اللحظات، والوصول من الذيبه حمد بن يعان بن حمد الشامسي، ولكن هناك شوق ايضا سعيد بن محمد بن حسين الخاطري أيضا يتواصل مع شوق أيضا، وهذا الاسم الذي يتكون من ثلاث حروف هنا أيضا مع المركز الخامس في هذه اللحظات، بينما المركز السادس هناك ايضا الوصول اعزائي المشاهدين من جبالة ساري بن بلوش بن براك المزروعي، واللي قادمه هناك ايضا ومتواصله ايضا اعزائي المشاهدين هذا الاسم الجميل الخوالة محمد بن ناصر بن طويلب المنصوري، والتابع هناك عالية في هذا المكان وفي هذا المسار وبهذا الشعار الذي دائما يتواجد مع صلب المنافس سعيد بن عبد الله بن مناخر الخيلي، بينما هناك ايضا الظبي حمد بن سالم الشريف، وأيضا تدخل من الشايبة في هذه اللحظات سالم بن ضعي بن غدير الكتبي. يا سلام يا سلام، هكذا التحدي وهكذا الإثارة في هذا الشوط الجميل. عودة مع التحديات، عودة مع الشعارات، عودة مع الانفراد الجميل ومع صدارة هذا الشوط. المقدمة والصدارة هناك أيضا درعية تتواجد بشعار مبارك بن أحمد
بن محمد المهيري يتواجد على الصدارة مع مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني في هذه اللحظات، يا سلام يا سلام يا سلام على هذا التحدي، على هذا المسار، على هذه الشعارات المنطلقة بأمال المشاركين لكي تحقق هناك نقطة ذهبية في عاصمة الميادين. هناك مبارك بن محمد بن عيسى المطيوعي يتواجد مع المركز الثاني، وتابع هناك شوق سعيد بن محمد بن حسين الخاطري. فركز يا الخاطري في هذا الشوط وفي هذا التحدي وفي هذه الإثارة. بينما المركز الرابع هناك شوف وصل بن غالب، وصل بن غالب مع المركز الرابع في هذه اللحظات، ومقدم سحام سالم من سلطان بن غالب. هناك ايضا المنصوري يتواجد، هناك ايضا شعار وثباوي هناك ايضا يتواصل مع المركز الرابع والمركز الخامس. هناك ايضا ذيبة حمد بن يوعان بن حمد الشامسي هنا ايضا ينطلق في هذا الشوط. عودة الى المقدمة هنا، صدارة هذا الشوط، خليك مع الثلاث هنا ايضا اللي بهنزان اللي قال الكوكب الثلاثية هنا على صدارة هذا الشوط. يا سلام، هناك ما زالت على الصدارة. مبارك بن أحمد بن محمد المهيري هناك أيضا الدرعية تتواجد أيضا على الصدارة والمقدمة والمركز الأول. مبارك بن أحمد بن محمد المهيري يتواجد على الصدارة والمقدمة والمركز الأول. أتابع المركز الثاني، مبارك بن محمد بن عيسى المطيوعي أيضا على المركز الثاني والمركز الثالث. شوق هناك أيضا سعيد بن محمد الحسين الخاطري على المركز الثالث في هذه اللحظات. والمركز الرابع اللي قادمه هناك أيضا سحام سالم بن سلطان بن غالب المنصوري يتواجد في هذا الشوط ويتسلل هناك أيضا أيضا على المركز الرابع في هذه اللحظات. والمركز الخامس الذيبة حمد بن يوعان بن حمد الشامسي. والمركز السادس أشوف اللي قادمه هناك الخوالة، نعم بالفعل الخوالة كان أيضا، بينما هناك جبالة ساري بن بلوش بن براك المزروعي على المركز السادس أو المركز السادس بالفعل. والمركز السابع هناك الوصول من عالية سعيد بن عبد الله بن مناخل الأخيلي، وهناك أيضا اللي هي وصلت حاملة رقم 19 تتواجد هناك أيضا في هذه اللحظات. هناك ايضا الوصول اعزائي المشاهدين ايضا التواجد في هذه اللحظات من خطيره احمد بن عبيد بن سعيد الخاطري يتواصل هناك ايضا في هذا التواصل الجميل. بينما هناك ايضا الشاهينيه علي بن مصبح بن ساري علي اكتبي، هذه اللي ما يبنى لها طاري وصلت في هذه اللحظات. بينما زعفران سهيل بن مبارك بن غانم علي اكتبي، هكذا التحدي وهكذا الاثاره في هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام على هذا الرقص الجميل هنا، عوده الى الصداره، عودة إلى المقدمة والمركز الأول في هذه اللحظات. الدرعية ما زالت على الصدارة مع المركز الأول. هنا مبارك بن أحمد بن محمد المهيري يتواجد على صدارة هذا الشوط مع المقدمة. هنا المركز الثاني، المركز الثاني شوق سعيد بن محمد بن حسين الخاطري هناك أيضا يتواجد مع شوق على المركز الثاني. وتابع هناك أيضا أتابع شعار مبارك بن محمد بن عيسى المطيوعي يتواجد على المركز الثالث. الله الله، هكذا التحدي للثلاث المراكز الأولى. هنا ننتظر أسماء هناك أيضا جميلة، هناك واصلة أيضا من المراكز الخلفية، عودة إلى صدارة هذا الشوط مع المركز الأول. ما زالت الدرعية هناك أيضا تقدم لنا هذا الأداء، تقدم لنا هذا الشعار الجميل. مبارك بن أحمد بن محمد المهيري هناك يقدم هذه الذلول العملاقة المميزة بهذا الأداء. والمركز الثاني شوق هناك ايضا على المركز الثاني سعيد بن محمد
بن حسين الخاطري هنا أيضا يتواجد قلبا وقالبا مع صدالة هذا الشوط. المركز الثالث هناك أيضا شعار مبارك بن محمد بن عيسى المطيوعي يقدم لنا البترول هناك أيضا على ثالث المراكز في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا سلام، التحدي والإثارة مع المركز الرابع. وصلوا أهل الطلايب، وصلوا أهل الطلايب لاحقين ولا همثار من المراكز الخلفية. وصل أبو عبد الله ووصل شعار بن غالب وهناك أيضا شعار بن بلوش المزروعي. الله يا هذا الرقص، الله يا هذا الرقص. بدأ الرقص هناك أيضا من شوط الحول محليات الأصايل، شوط الكبار هناك أيضا والثمانية كيلو مترات. يا سلام، عودة إلى الصدارة هنا، عودة إلى المقدمة. خلي بالك يا مبارك بن أحمد بن محمد المهيري، الجماعة قادمين هناك أيضا ومنطلقين من المراكز الخلفية. أتابع هناك أيضا من لائحة الكيلو الأخير، الكيلو الخطير. خلاص هنا بدينا مع الأمتار الأخيرة هنا. المركز الثاني شوق شوق شوق، ما زالت على المركز الثاني. أتابع المركز الثالث في هذه اللحظات. الشاهينية تقدم شعار بن مصبح، علي بن مصبح بن ساري الأكتوبي والمركز الرابع. هناك ايضا محمد مبارك بن محمد بن عيسى المطيوعي، ولكن يروح يا بن غالب هناك ايضا في هذا الشوط. عاليه هنا تدخلت، عاليه تدخلت هنا ايضا سعيد بن عبد الله بن مناخر الخيل. الله يا ابو عبد الله يتواجد هنا في هذا الشوط، يتواجد في صلب المنافسه ولكن جباره. ساري بن بلوش بن براك المزروعي هنا اهالي الغربيه، بينما وصل بن ضعيف، وصل بن ضعيف في هذا الشوط. عوده الى الصدارة، عودة إلى المركز الأول هنا. التحديات والإثارة في هذا الشوط. الشاهينية ما زالت الشاهينية، ما زالت الشاهينية. أداء شاهيني، عرض شاهيني، عرض شاهيني بالفعل. ماركة جميلة غنية دائما على التعريف. 300 متر الأخيرة. الله يا سلام يا سلام يا سلام. الشاهينية هناك أيضا على صدارة هذا الشوط. علي بن مصبح بساري الاكتبي هناك أيضا يتواجد على الصدارة هنا. الله الله الله، راح بن ساري هنا مع الناموس ومع الصدارة مع المركز الأول. تهانينا تهانينا. والناموس المركز الثاني كان من نصيب أيضا الدرعي مبارك من أحمد بن محمد المهيري. المركز الثالث لحظات الوصول من عالية سعيد بن عبد الله المناخ الخيلي. والمركز الرابع أيضا هناك أيضا الوصول من شعال الشايبة سالم بضعيب الغدي يكتبي. والمركز الخامس ايضا جبالة سالي بلوش بن براك المزروعي. هكذا النتيجة هنا ايضا اعزائي المشاهدين متابعين الكرام. التوقيت الزمني لحظات الوصول العبور الى خط النهاية من الشاهينية علي بن مصبح بن سالي الاكتبي. والتوقيت الزمني لحظات الوصول العبور الى خط النهاية ايضا اعزائي المشاهدين. تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل. هناك التوقيت الزمني لحظات الاندفاع مع خط النهاية عبر شاشة أبو ظبي الرياضية الناقلة من قلب الحدث. والتوقيت 13 دقيقة 17 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس علي بن مصبح بن ساري الاكتبي المركز الثاني. أتابع هناك أيضا الإثارة والتحديات هناك من الدرعية مبارك بن أحمد بن محمد المهيري. 13 دقيقة 21 جزء أن يتيما من الثانية. هناك عالية سعيد بن عبد الله مناخ الأخيل على المركز الثالث و13 دقيقة 21 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الهايزي.